الرحيم بسم الله قاصد الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين ونكال الظالمين صريح المستصرفين موضع حاجات الطالبين السلام على الشهداء والجرحى السلام على المطاردين والأسرى السلام عليكم جميعا أيها الشعب الصابر ورحمة الله وبركاته أنا والدة المعتقل علي إبراهيم الذي يحاكم في محاكم ما سمعنا إنها أنصفت ضحاياها وما عرفنا إنها حكمت بالعدل والمساواة اعتقل علي أثناء عودته من المدينة المنورة حيث خرج من البلاد دون أن يتم إيقافه أو اتهامه بأي شيء ولكن تفاجأنا إنه أثناء عودته تم اعتقاله هو وصديقه محمد إبراهيم منذ تاريخ 14/8/2013 لحد الآن وهم يقطعون خلف القضبان وأوشك علي إكمال سنة بدون حق ووجهت لهم تهم باطلة بالاعتداء والتجمهر ولم نرى أي شهود إثبات على هذه التهم وفي كل مرة يتم تأجيل القضية بلا معنى نحن هنا نناشد ولا نتوسل بل نطالب ونصر على الإفراج عن أبنائنا إذ لا تتوفر أي شعارات أي شهادات ولا أي أدلة لاعتقالهم واعترافاتهم أخذت تحت التهديد والوعيد والتعذيب النفسي والمضايقات المتكررة وعلي يعاني من مرض السكلر ومنذ اعتقاله لحد اليوم